لكل الناس. عندنا فيما يتعلق بالاحتكام للقرآن الكريم ورد بعض الأحاديث لمخالفة القرآن، لدينا حديث عائشة رضي الله عنها يرحم الله عمر: لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فردت الحديث لأنها رأته مخالفا للآية: ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى. أخرى. لكن أهل العلم رأوا أن هذا الرد لا ينضبط، لأن المقصود هنا أن هذا من وزره هو وعمله، لأنه إذا علم أنهم يبكونه فلم ينههم عن ذلك كان مشاركا لهم، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون، بل كانوا يوصون، حتى قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: تمنى ابنتاي أن يعيش أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إذا حان يوما أن يموت أبوكما فلا تحلقا رأسا ولا فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر، وقولا هو المرء الذي ليس شعره مضاما ولا خان العشيرة ولا غدر إلى الحول، ثم اسموت سلامي عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. ولذلك فعبد الله بن جحش رضي الله عنه أغمي عليه في أول الهجرة، وكان رأسه في حجر إحدى أخواته وهي حمنة بنت جحش، فكانت تصيح واجب له وطوداه، فلما أفاق قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي أهكذا كنت؟ فلما مات لم تبكي عليه، قتل يوم أحد، حمل على هذا. وحمل على هذا. وكذلك فإن أبا موسى الأشعري في وقت موته أغمي عليه، فصاحت عنده امرأة من نسائه، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.